اوكي، احنا النهارده هنبتدي topic شويه جديد. بقى هنبتدي ندخل في transmission line theory، يعني خلاص مش هنبطل نبص بقى على electric field و magnetic field، وهنبتدي نبص على voltage و current. فاحنا في الاول كده نفتكر ال circuit theory العاديه بتاعتنا اللي انتوا اخدتوها في ال electrical circuits. كنا بنقول ان احنا عندنا source، كنا بنقول ان احنا بيبقى عندنا source، والسورس ده متوصل بريزيستنس، متوصل بكاباستنس، اندكتنس، المهم متوصل بكومبوننتس. وكنت بقول مثلا عندي السورس هنا ده في، بقى عايزه اشوف الفولتج على كل كومبوننت، كنت بعمل فولتج ديفايدر. عايزه اشوف الكرنت، كنت اللي هو كنا بنشتغل كي في ال وكي سي ال عادي. فاحنا كانت السيركت ثيري دي، احنا كنا بنشتغل السيركت ثيري عشان احنا كانت عندنا يا اما بنبقى شغالين دي سي، يعني اللي هو اللي اصلا شغاله دي سي مش شغاله عند فريكوانسي، او عندي الفريكوانسي صغيره. فمثلا في كيس مثلا اللي هي الحاجات غالبا اللي هي الكهرباء اللي بتدخل البيت، هي الكهرباء اللي بتدخل البيت دي بتبقى غالبا الفريكوانسي بتاعتها 50 هرتز. ف50 هرتز يعني معنى كده ان عندي الويف لينث ايكوال 1000 كيلومتر. فاحنا لو جينا نبص على السيركت بتاعتنا، نفترض مثلا دي السيركت بتاعتنا وده الويف فورم بتاع الفولتج بتاعي، فانا على طول السيركت كلها انا تقريبا شايف الفولتج الحته دي، يعني اصلا هيبقى اطول من كده، احنا كام في 1000 كيلومتر يعني، فبقى شايفه تقريبا الفولتج كونستنت. فعشان كده كنا بنقول ان انا عندي السيركت كلها عليها فولتج كونستنت، بوزع الفولتج على كل كومبوننت، كل حاجه كانت ماشيه تمام. فالموديل ده اسمه اللامبد اليمنتس موديل، ان انا ببقى عندي الريزيستنس تبقى هي كومبوننت ومتوصل بالسورس بتاعي، وكل حاجة كومبوننت لامبد لوحده كده، مش حاجة ديستريبيوتد. فاحنا الفكرة بقى ان احنا لما نبتدي ندخل على فريكوانسيز عالية شوية، او نكون نتكلم على ترانسميشن لاينز اللي هو طولها هي كبير، فهنبتدي نشوف ان احنا بقى عندنا هنشتغل ترانسميشن لاين ثيري. ان انا خلاص انا بقى عندي، بدل ما كانت عندي الويف لينث مقارنة بالسيركت كل ده، بقى عندي مثلا اللي هي الويف بتاعتي، الويف بقت عاملة كده. الرسمة جميلة بس ايا كان. فانا دلوقتي بقيت عند كل بوينت في اللاين بتاعي انا شايفة فاليو مختلفة للفولتج، وعلى اساسها بقى شايفة فاليو مختلفة للكرنت. فانا دلوقتي بدل ما انا كنت ماشيه ان انا عندي فولتج كونستانت على السيركت بتاعتي، بقيت انا محتاجه اديفاين الفولتج ان تيرمز اوف زد اللي هو طول اللاين بتاعي. فانا هلاقي ان انا اصلا لما اجي ابص على الترانسميشن لاين ذات نفسه، يعني احنا عندنا الريبرزنتيشن بتاع الترانسميشن لاين بيبقى اللي هو السلكتين دول. فلو جيت ابص على الترانسميشن لاين ذات نفسه، هلاقي ان هو بيبقى اللاين ده كله عشان اقدر اشوف هو بقى مع الديستنس اقدر ديفاين الفولتج عند كل بوينت، فهحتاج اقسمه سكشن صغيره، طول السكشن منهم دلتا زد. لما اجي اشوف بقى السيركت موديل بتاع السكشن الصغير ده، هلاقي ان انا ترانسميشن لاين بتاعي انهيرنتلي، يعني انا مش ده كده من غير ما يكون مركبه لودز، من غير ما يكون مركبه ريزيستنس، من غير اي حاجه، ده اللاين ذات نفسه. بلاقي ان هو بيبقى عنده resistance وعنده inductance وعنده capacitance وعنده conductance per unit length. يعني أنا كل section من دول ليه properties بتأثر لي على الفولتج من غير ما يكون حاطة load، اللي هي ال R وال L وال C وال G. أنا عندي ال R وال G هما اللي بيمثلوا لي losses بتاعت اللاين، يعني ده لو أنا line موصلاه بحاجة، فده أصلا يعني اللاين ذات نفسه هيستهلك لي جزء من الفولتج ده، او هيستهلك لي جزء من الباور. فانا عندي الار والجي بيمثلوا لي لوسز، ال والسي عادي رياكتنس عادي زي ما احنا عارفين ما بيستهلكوش باور. فانا عندي بقى ديفاين الار والال والسي والجي بير يونت لينث، ان انا عندي الار اوم بير متر، ال هنري بير متر، السي فاراد بير متر، والجي اللي هي الانفرس بتاع الريزيستنس بديفاينت انها سيمنز بير متر. وبقول ان انا عندي هنا في السيركت دي عندي الفولتج عند الانبوت هنا هو V of Z او V of Z و T، والكرنت اللي داخل من الحتة دي هو I of Z، البوينت دي عندي Z. وعلى اخر اللاين
بديفاين ان انا عندي الفولتج اللي على البوينت دي هو V of Z plus delta Z، ان انا بقى عندي الفولتج اتغير بمقدار انا مشيت قد ايه في اللاين. ونفس الحكاية للكرنت بتاعي بقى I of Z plus delta Z. فانا دلوقتي لو عايزة الاقي الاكسبريشن بتاع الفولتج بتاعي، يعني عايزة الاقي الاكسبريشنز بتاعت الفولتج والكرنت اللي ماشيين في اللاين، انا عايزة ان احنا هدفنا من ده كله ان احنا عايزين ندفاين الفولتج والكرنت in terms of Z. اول حاجة هنستخدم KVL. لو تفتكروا KVL احنا كنا بنقول ان احنا عندنا لوب، بقول ان انا عندي لوب كده عندي لوب يعني مكانش المفروض تطلع برا السيركت، وبمشي اجمع الفولتجز عليها. المفروض ان السميشن بتاع الفولتجز اللي هعدي عليها في اللوب دي يبقى شايف السميشن ايكوال زيرو. فلو جيت اعمل كي في ال للسيركت بتاعتي دي، فانا هبتدي اللوب من هنا هبقى شايفه نيجاتيف في زد بلس ار داش في دلتا زد في الاي بلس ال داش في دلتا زد في دي اي باي دي تي. يعني انتوا المفروض اخدتوا في السيجنالز بقى حته دي اي باي دي تي ودي في باي دي تي في الاندكتنس والكاباسيتنس. فاحنا عندنا لو عايزين نجيب الفولتج اللي على الاندكتور بنعمل الاندكتنس في دي اي باي دي تي، وهمشي هعدي الجانب البارل ده هبص على طول هنا، فابقى شايف ان انا عندي الفولتج اللي هنا بوزيتيف في زد بلس دلتا زد. فهو ده الاكسبريشن بتاعي، ده كله كده المفروض يبقى ايكوال زيرو. فهجيب ال V في ناحية وهدي كل حاجة الناحية التانية، فأنا هيبقى عندي V of Z plus delta Z و T minus V of Z و T على delta Z، والبقالي لي في الناحية دي negative R dash for I of Z و T plus L dash DI by DT. لو أنا جيت بقى يعني هو احنا أصلا المفروض بنعتبر ال delta Z بتاعتنا دي very small، يعني احنا بنقسمين ال transmission line بتاعي ل infinitesimal sections. فانا لما الدلتا زد اللي هو الطول بتاع السكشن بتاعي يتن تو زيرو، فهلاقي ان الاكسبريشن ده هو اكشلي اكسبريشن الديفرنشيشن، اكني بعمل ديفرنشيشن للفولتج على الزد. فلاقي ان انا بقى عندي دي في باي دي زد ايكوال نيجاتيف ار داش في الاي بلس ال داش دي اي باي دي تي. دلوقتي احنا عايزين نفك الدي اي باي دي تي دي، فاحنا هنشتغل فيزر فورم. لو انتوا فاكرين الفيزر فورم ان هو بدل ما هي عندي دي كانت المفروض مثلا اي نود كوزاين اوميجا تي بلس فيز مثلا او وات ايفر او بلس كي زد، فهتبقى عندي دي هتبقى اي نود في اي باور نيجاتيف اي باور جي اوميجا تي ماينس بيتا زد. فانا لما اجي اعمل ديفرنشيشن بالنسبه للتايم الاكسبوننشال بنزل اللي هو باور الاكسبوننشال تحت، فانا بقى عندي دي في باي دي زد ده كده شغالين في الفيزر 4 equal negative r dash في الاي plus j omega l dash. j omega ده اللي هو كان الباور بتاع الاكسبوننشال اللي هي بتاعت التايم اللي هي e بار j omega t في i زد في الفيزر. دلوقتي احنا وصلنا لإيكويشن 1 عندنا فيها 2 unknowns، عندنا فيها ال v in terms of z وال i in terms of z انا معرفهمش، عايزين إيكويشن تانية. فهنعمل KCL، هنعمل KCL عند البوينت دي عند النود دي. فانتوا لو فاكرين ال KCL ان انا بقول ان الكرنت اللي داخل ايكوال الكرنت اللي خارج، فانا هنا ايه الكرنت اللي داخل عندي في النود دي هو ال I of Z، وايه الكرنت اللي خارج الكرنت اللي ماشي في الكاباستنس والكرنت اللي ماشي في الكوندكتنس والكرنت اللي طالع من السكشن. فانا اقدر اقول ان انا عندي I of Z و T equal V of Z plus delta Z و T، لان هو ده ال potential drop اللي على الكاباستنس واللي على الكوندكتنس اللي هو الفولتج ده، هو ده الفولتج اللي على الكوندكتنس وهو ده الفولتج على الكاباستنس عشان دول parallel branches. هنقول ان احنا عندنا V of Z plus delta Z و T في G داش في دلتا Z بلس C داش دلتا Z في DV by DT بلس الكرنت اللي هو خارج عندي اللي هو IZ بلس دلتا Z. هنعمل نفس الحكاية ان احنا هنحط الكرنت في ناحية وهنعمل اللي هو divided دلتا Z ونعمل الدلتا Z tend to zero
فلاقي ان انا بقى عندي دي اي باي دي زد ايكوال نيجاتيف جي داش في الفي زد وتي بلس تي داش في دي في باي دي تي. ونفس الحكاية عشان نخلص من التايم ديفرنشيشن ده هنحول الايكويشن بتاعتي للفيزر فورم، فيبقى عندي دي اي باي دي زد ايكوال نيجاتيف في اوف زد في جي داش بلس جي اوميجا سي داش. دلوقتي انا بقى عندي خلاص تو ايكويشنز، عندي ايكويشن 1 وايكويشن 2، فانا اقدر الكرنت اللي هنا اعوض مكانه بالكرنت اللي في ايكويشن 1. يعني لو اخدت الاي ده كومن ووديت نيجاتيف ار داش بلس جي اوميجا ال داش الناحيه الثانيه، فانا بقيت اعمل دي باي دي زد نيجاتيف 1 على ار داش بلس جي اوميجا ال داش في دي في باي دي زد ايكوال نيجاتيف في زد في جي داش بلس جي اوميجا سي داش. هلاقي ان انا بقى عندي دي سكوير في باي دي زد سكوير ماينس ار داش بلس جي اوميجا ال داش مضروبة في جي داش بلس جي اوميجا سي داش في في زد ايكوال زيرو. هناخد الترم ده كله هنسمي دي ان هي دي الجاما سكوير بتاعتنا اللي هي البروباجيشن كومبلكس بروباجيشن كونستانت بتاعنا، دي المفروض هنا دي سكوير. فانا بقى عندي وصلت للايكويشن دي ان هي دي سكوير في باي دي زد سكوير ماينس جاما سكوير في زد ايكوال زيرو. هتتحل بنفس الطريقه اللي كنا حلينا بيها الايكويشن بتاعه الالكتريك فيلد، يبقى عندنا الفي زد ايكوال في في الاتجاه البوزيتيف في اي بار نيجاتيف الفا زد بلس في اللي في الاتجاه النيجاتيف في اي بار بوزيتيف الفا زد. وعندي الالفا لما اجي اعمل لها روتينج هلاقي برضو انها ايكوال الالفا بلس جي بيتا، الجاما قصدي لما نيجي نعمل لها الروت بتاعها هنلاقيها برضو ايكوال الفا بلس جي بيتا، وبرضو الالفا هي الاتنويشن كونستانت والبيتا هي البروباجيشن كونستانت. ودلوقتي لو عايزين بقى، يعني احنا خلاص احنا كده وصلنا اكسبريشن الفولتج، لو عايزين بقى نجيب اكسبريشن الكرنت ان terms of that فاحنا خلاص احنا عندنا الايكويشن بتاعت الكرنت كنا جبناها وجبنا الفي زد نقدر نعوض بيها، في هنا نعمل differentiation in terms with respect to that يطلعوا علينا الكرنت بتاعي. فانا لما اجي اعمل differentiation للفولتج بتاعي فانا عندي لو هنا هينزل نيجاتيف الفا في الفي بوزيتيف في اي بار نيجاتيف الفا زد بلس الفا في نيجاتيف اي بار الفا زد، اقدر اخد النيجاتيف الفا كومن هيبقى عندي هنا بار الفا على ار داش بلس جي اوميجا ال داش مضروبه في في بوزيتيف اي بار نيجاتيف الفا زد ماينس في نيجاتيف اي بار الفا زد. ودي اقدر اساويها ان هي نفسها ان انا اكون قلت ان انا عندي اي بوزيتيف اي بار نيجاتيف الفا زد بلس اي نيجاتيف اي بار نيجاتيف الفا دي المفروض بوزيتيف. e بار بوزيتيف الفا زد خلاص انا كده بقى عندي equation ال voltage وال current. فانا دلوقتي عايزه define بقى الجزء ده زي ما احنا كنا قبل كده بنقول ان احنا عندنا ال intrinsic impedance هي ال relation عندي اللي between ال electric field وال magnetic field. فانا هنا بيبقى عندي characteristic impedance لل line هي اللي بتعمل لي بتربط لي ال voltage مع ال current. فانا عندي بقول ان انا عندي characteristic impedance هي ال voltage على ال current هي r dash plus j omega l dash على الجاما بتاعتي، يعني هتبقى equal root r dash plus j omega l dash على g dash plus j omega c dash. واقدر define ال lambda guided عندي، يعني ال lambda اللي ماشي في transmission عندي انها 2 باي على بيتا، وال phase velocity بتاعت ال wave اللي ماشية في ال line عندي هي omega على بيتا. فاحنا عندنا اول problem هو بيعايزنا نلاقي telegrapher's equation لل transmission line model ده. فالحقيقة هو transmission line model اللي قدامنا ده هو نفس transmission line model اللي احنا كنا عاملينه، هو الفرق الوحيد ان هو خلاه symmetric. يعني انتوا اخدتوا بالكم ان احنا هنا عندنا r dash في z و r dash في z الاتنين مقسومة على اتنين، وهنا l dash delta z على اتنين، وهنا l dash delta z على اتنين، والجزء الشنط هو هو متغيرش. فهو ده actually نفس ال representation بتاع اللاين بتاعي، هو بس غير توزيعة ال distributed elements بس ك قيمة لل transmission line هو transmission line بتاعي متغيرش. فاحنا بنفس الطريقة برضو هنيجي نعمل KVL للشكل ده، عندنا هنا negative في z في of z و t، وعندي ال current اللي ماشي في كل ال components دي، وعندي هنا positive في z plus delta z و t.
لما احلها هلاقيني بوصل لنفس الايكويشن بتاعتي اللي هي كنا لسه جايبينها، ودي الحاجة اللي احنا متوقعينها. احنا متوقعين ان احنا عندنا اللاين ده يطلع لي نفس الريسبونس للترانسميشن لاين اللي قبله، هو ده غير بس التوزيع. نفس الحكاية هنيجي نعمل كي سي ال، هنعمل كي سي ال عند البوينت دي، فانا عندي هنا كارنت اي زد وهنا اي زد بلس دلتا زد، والكارنت اللي ماشي في الالمنت ده، في الالمنتس دي قصدي اللي هي الشنط. فلاقيني برضو بوصل لنفس القيمة للاي، ولما نحل الايكويشن هلاقيها بنوصل ان هو ان احنا عندنا دي سكوير في على دي زد هي الجاما سكوير في البي اس. حد عنده مشكلة في ان احنا ازاي بنجيب اللي هو الايكويشنز بتاعت الفولتج والكرنت؟ هو انا احتاج في اي وقت ان انا اعمل differential equations؟ لا يعني زي ما انت كان في الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، ما كناش بنقول لك حل، يعني ما كانتش المسألة انك تحل ماكسويلز ايكويشنز من الاول. هو ممكن بقى على حسب السيركت تلاقي ان انا محتاج المره دي كيس مختلفه، مش نفس الاجابه اللي انا حافظها، فاحتاج ان انا احل، ولا ده ما بيحصلش؟ لا لا يعني غالبا هو ده بيبقى ده الريبريزنتيشن اللي هو الستاندرد للترانسميشن لاينز عامة، يعني مش هنطلب منك ان معلش، انت تلاقي موديل جديد. هو احنا غيرنا ايه في الايكويشنز الاصلية؟ انا ما خدتش بالي. في الكيس دي عن اللي احنا كنا لسه عاملينها، ان احنا هنا في الكيس دي ان احنا عندنا ان احنا عندنا الكرنت اللي هنا، يعني بدل ما انا كنت بقول ان انا عندي الاي في ار دلتا زد، بقى عندي هنا اي ماشي في ار دلتا زد على 2، وهنا اي زد بلس دلتا زد في ار دلتا زد على 2. بس انا كده كده عندي اصلا الدلتا زد بتن تو زيرو، فانا دي مش هتفرق لي، لان انا بجمعهم برضو اللي هي ار دلتا زد بجمعها مع ار دلتا زد. فاهم قصدي؟ ما سمعتش صوتك، كان بيقطع. بقول مش واخد بالي قوي من الحته دي فعلا، اللي هو هنا هو الفكره ان احنا كان ايه الموديل الاساسي بتاعنا؟ الموديل الاساسي ان هو كان بيقولك ان انت عندك ريزيستنس واندكتنس وعندك سيريس وعندك كوندكتنس وكوندكتنس وكاباستنس شنت. فهو كل اللي عمله ان هو بدل ما انت ماشي اللاين شايف الريزيستنس كلها مره واحده، هو قرر ان هو لا، ان هو عايز يخلي الشكل بتاع اللاين بتاعي سيمتريك. دي مثلا حاجه كان يعني شفتها في شغل تاني، بس ده قدامه ليفل عالي عن اللي انتوا مطلوب منكم خالص، ان هو ده بيبقى عشان عايز يدرس الريسبونس بتاع اللاين في كيس معينه، فبيبقى ان يستدي الريسبونس بتاع الحاجه بيبقى اسهل لو هي سيمتريك، لو الاستراكشر بتاعك سيمتريك. فهنا هو عمل نفس الاستراكشر بالظبط، هو الفرق ان هو خلاه سيمتريك، ان انت بدل ما عندك ار وال في الناحيه دي بس، خلى نص ال R ونص ال L الناحية دي والنص التاني الناحية التانية بعد الشنط elements دي. فاهم قصدي؟ تمام. فال equation هو شكلها في الأول هيتغير، بس بعد كده 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 لما هتيجي تعمل إن إحنا عندنا دلتا زد بال 10 to 0 هتلاقيك بتوصل لنفس ال equation، لأن أنت في الآخر عندك ال current هيبقى اللي هو اللي ماشي هنا مع الدلتا زد ما اختلفش قوي، فانت عندك اكن نفس الكرنت هو اللي ماشي في الار دي في نص الار ونص الار، فاكن هجمعهم على بعض عادي. تمام. طب ممكن نكمل؟ ماشي. فدي اول بروبلم، يعني هو بس غير الشكل بتاعك، بس احنا لينا بنوصل لنفس الايكويشنز، لان هو نفس اللاين نفس الريبريزنتيشن، فرق الشكل. تاني بروبلم عندنا بيقول ان احنا عندنا بارل بليت ترانسميشن لاين، انت يعني لسه بارل بليت وكده هتاخدوها في ماده المايكرويفز، بس يعني هو اللي يهمنا دلوقتي ان احنا عندنا ترانسميشن لاين، هو مدينا البارامترز بتاعته اللي هو الار داش والال داش والجي داش والسي داش، وعايزنا نشوف الالفا والبيتا والفيز فيلوسيتي والزد نود. فاحنا عندنا الجاما بتاعتنا هي ار بلس جي اوميجا ال في جي بلس جي اوميجا سي، عندي جي ايكوال زيرو. وخلي بالكم انتوا بتعوضوا هنا انكم عندكم بتضربوا هنا في الراديال فريكوانسي، انكم عندكم في او الانجلر فريكوانسي، ان هنا دي 2 باي في 1 تايمز 10 باور 9، يعني مش بتعوضوا بالال على طول، فهتعوضوا عادي في الايكويشن دي، هيبقى هيطلع لكم رقم كومبلكس هتعملوا له وتحولوه للبولر فورم عشان تعرفوا تعملوا له روت،
هتلاقي ان انت عندك الجاما هي 0.0176 بلس جي 33.67. عندي الجزء الريل هو الالفا، هو الاتينويشن كونستانت بتاعتي، فانا عندي الالفا ايكوال 0.0176 نبر بير متر، وعندي البيتا اللي هي البروباجيشن كونستانت 33.67 راد بير متر، وانا عندي الفيز فيلوسيتي هي الاوميجا على البيتا، عندي 2 باي 1 جيجا هرتز على ال 33.67. هلاقي ان انا عندي الفيز فيلوسيتي 186.6 تايمز 10 باور 6 متر بير سكند، وعندي الزد نود هي ار ار بلس جي اوميجا ال على جي بلس جي اوميجا سي. بقدر برضو اجيب الزد نود بتاعتي، يعني دي كده دي كده الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اللاين دي. وانا لو عاوز الايكويشنز بتاعت الكرنت والفي الاتينويشن كونستنت ده برضه هيخش اي باور نيجاتيف الفا زد، ونفس الموضوع زي الويبس. اه بالظبط، انت هتمشي بنفس الفلو في كل حاجه. بس احنا عندنا بقى سبيشال كيس، ان هو لو انا عندي الترانسميشن لاين بتاعي لوسلس، ودي غالبا تقريبا كل مسائل الشيت من هنا او يعني كل شغلكم قدام، ان هو اللاين ذات نفسه ما بيستهلكش باور، يعني هو لسه ليه اندكتنس وليه كاباسيتنس اللي هو الانتراكشن بتاع الوايرز مع بعضها، بس بقول ان انا عندي زي بيرفكت كوندكتور فهو ما بيعمليش لوسز، الواير ذات نفسه مش هيستهلك حاجه من الباور. فاحنا في الكيس دي بنقول ان احنا عندنا الار ايكوال 0 والجي ايكوال 0. فهلاقي ان انا الديفينيشنز عندي اتغيرت شويه، ان انا بقى عندي الجاما بقت هي جي اوميجا في ال في سي، وعندي الاتينيشن كونستانت بزيرو عشان خلاص انا ما عنديش لوسز، عندي بيتا هي اوميجا روت ال في سي، وعندي الزد نود هي روت ال على سي. دي في حل هي الار بزيرو عشان انا يعني اللوس الصح كده مظبوط. اه فاحنا دلوقتي خلاص احنا عملنا ديفينيشن لللاين بتاعنا، عرفنا نجيب الكاركترستكس بتاعته، عرفنا شكل، عرفنا الكاركترستك امبيدنس، عرفنا البروباجيشن كونستانت في اللاين، عرفنا الفيس فيلوسيتي في اللاين. فدلوقتي بقى عايز اشوف لما اعمل ترمينيشن لللاين ده، يعني احنا كل ده احنا بنتكلم في اللاين بيور، ان احنا بنتكلم على السلك اكني بدرس السلك بس. فدلوقتي بقى انا السلك ده ما انا اكيد عايز اوصله على لود، انا مش بعمل السلك لمجرد سلك. فاحنا هنبتدي نشوف التيرمينيشن بتاعنا. فاحنا عندنا دايما يعني دي حاجه لازم يعني تعرفوها كده، ان احنا بنديفاين عندنا الزد اكسس ان هي البوينت بتاعت اللود عندها الزد ايكوال 0، وعندي كل ما اقرب ناحيه يعني هنا عندي ببقى مثلا موصله هنا جنريتر او حاجه، عندي ان انا امشي من اللود للجنريتر انا بمشي في اتجاه النيجاتيف زد. فدي ده كده ده الشكل اللي احنا بنظبط عليه كل الايكويشنز بتاعتنا، ده اللي احنا بنشتغل عليه، ان احنا عندنا اللود عندها زد ايكوال 0، وان انا ابعد عن اللود بمشي في اتجاه النيجاتيف زد. فانا دلوقتي لو عايز اعرف الزد ال، فالزد هي الفي على الاي، فانا عايز اعرف الفي والاي اللي عند البوينت دي اللي هي الزد ايكوال 0. فانا عندي احنا لسه جايبين equations الفولتج والكرنت، انا عندي كنت قلت ان انا عندي اللي هو ال v v node positive في e bar negative alpha z و v node negative في e bar alpha z. فاحنا هنا عوضنا بالزد بزيرو، فانا بقى عندي الفولتج بقى v node positive plus v node negative، والكرنت هو ال v node positive minus v node negative على ال z node اللي هي بتاعت اللاين ده، اللاين ذات نفسه. فانا اقدر اخد ال V node negative في ناحية، فلاقي ان انا عندي ال V node positive ان V node negative equal V node positive في ZL minus Z node على ZL plus Z node. يعني اقدر اقول ان عندي reflection coefficient اللي هو الratio between reflected على ال incident، هلاقيها انها equal ZL minus Z node على ZL plus Z node، ودي شبه اللي احنا كنا بنلاقيها في الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، بس الفرق ان احنا هنا دي كنا بنقول ايتا 2 وايتا 1، يعني اللي هو الزد قال اكنها ايتا 2 والزد نود هي ايتا 1. وكمان حتى الترانسميشن لاينز اسهل، ان احنا بقى ما فيش حته اوبليك انسيدنت او اي حاجه، احنا كله بنتكلم في كيس ان احنا نورمال انسيدنس، ما فيش حاجه اسمها ان انا عندي الانسيدنس نازل بانجل مختلف. فانا دلوقتي بقى لو عايزه اشيل الفي نود نيجاتيف واعوض مكانها بفي نود بوزيتيف، فأنا أقدر أقول إن بقت equation الفولتج عندي
هي في نوت بوزيتيف اي بار نيجاتيف جي بيتا زد لو احنا بنتكلم في الكيس اللوسلس، بلس جاما في نوت في نوت بوزيتيف في اي بار جي بيتا زد. وبرضه هلاقينا ان احنا دلوقتي بما ان احنا بقى عندنا ريفلكشن، يعني انا هنا عندي الفولتج ماشي في اتجاه البوزيتيف بس، يعني من اول زد ايكوال زيرو الحته دي الفولتج ماشي في اتجاه البوزيتيف بس. فانا لو بصيت على الماجنيتيود بتاعه خلاص هو ماجنيتيود واحد بس اللي هو في نوت بوزيتيف. اما هنا انا عندي بقى في ماشي في تو دايركشنز، بقى عندي في نوت بوزيتيف ماشي كده، وعندي دلتا جاما في نوت بوزيتيف ماشي في الاتجاه المعاكس، فده هيعمل لي ستاندنج ويف باترن. فاحنا برضو هنبقى عايزين ندفاين الستاندنج ويف ريشيو بتاعنا. فهو الستاندنج ويف ريشيو هو الريشيو بين ال V ماكسيمم على ال V مينيمم، اعلى فاليو الستاندنج ويف بتوصل لها على اقل فاليو الستاندنج ويف بتوصل لها. فانا عندي الايكويشن بتاعت ال V، احنا قلنا انها V نوت بوزيتيف E بار نيجاتيف J بيتا Z بلس جاما E بار J بيتا Z. فانا لو عايزه اشوف الماجنيتيود بتاعها هاخد ال E بار نيجاتيف J بيتا Z كومن بره. حد هيسأل؟ اوكي هاخد ال e بار نيجاتيف j بيتا زد بره، فيبقى ان هنا 1 بلس جاما في e بار j 2 بيتا زد. فانا لو عايزه اشوف ال value maximum، يعني الترم ده بيمثل لي اختلاف فيز، بيمثل لي oscillation، فانا لو عايزه اشوف الماجنيتيود بتاع ال v maximum، فانا هلاقي ان انا عندي اكبر ماجنيتيود ممكن اوصل له لما يكون عندي ال value هنا 1 بلس جاما، يعني e بار j 2 بيتا زد in phase مع الفيز بتاعت الجاما، لان هي الجاما لو انا عندي اللود ده في اللود ده كومبلكس، فانا عندي الجاما هتبقى كومبلكس عادي، فهيبقى ليها ماجنيتيود وليها فيز. فانا هلاقي ان انا عندي في ماكسيمم بتحصل لما يكون الجاما in phase مع 2 بيتا زد. فالفايل هي الفيز بتاعت الجاما بلس 2 بيتا زد، هبقى عايزاها تبقى ايكوال 0 او نيجاتيف 2 باي او نيجاتيف 4 باي. واحنا هنا بنقول نيجاتيف عشان احنا ماشيين في اتجاه النيجاتيف زد، فمتوقع ان الزد اللي هعوضه هنا هعوض بفاليو نيجاتيف، فعشان كده بنعوض ان هي تبقى 0 او نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 باي او نيجاتيف 4 باي. ونفس الحكايه لو جيت اشوف الفي مينيمم، هلاقي ان انا عندي المينيمم فاليو بتحصل لما يكون عندي الاكسبريشن ده 1 ماينس جاما، وده هيحصل لي لما يكون الفيز بتاعت الجاما وال2 بيتا زد 180 degrees out of phase. يعني انا عندي ال5 plus 2 بيتا زد عايزاها تبقى ايكوال نيجاتيف باي او نيجاتيف 3 باي او نيجاتيف 5 باي وهكذا، وبرضه نيجاتيف عشان احنا ماشيين في اتجاه النيجاتيف زد. فانا لو جيت ابص على الويف عندي، على الفولتج ستاندنج ويف ريشيو بتاعي، فهلاقي ان انا عندي ستاندنج ويف كده اقصى فاليو هتوصل له هو ال1 بلس جاما، واصغر فاليو هتوصل لها ال1 ماينس جاما. وبندفاين ان احنا عندنا ال distance between two maximas أو two minimas هي اللامدا جي على الاتنين، هي ال wave length على الاتنين، لأن دي تخيلوها لو كانت wave كاملة فدي كانت هتبقى نص ال wave، يعني أنا كان ستيل كده، فأنا كان مفروض عشان ال wave تبقى كاملة كان مفروض أكمل كده والمفروض أكمل كده. فأنا عندي الحتة اللي هي between the two maximas ده نص ال wave length. دلوقتي احنا هندفاين بقى special cases للزد ال بتاعتي الـ termination او الـ load بتاعي. في اول كيس عندنا هي لو انا عندي زد ال equal z load بنسميها matched load، ان انا اللود اللي انا حاطاه هو نفس ليه نفس الـ impedance بتاعت اللاين بتاعي، فساعتها مش هيحصل عندي reflection خلاص، هو نفس الـ impedance بالظبط فمفيش reflection، فانا عندي الـ gamma equal 0. وهنا هيبقى عندي الـ standing wave ratio equal 1، ان انا عندي v maximum على v minimum، v maximum equal v minimum لان هو اصلا ما فيش standing wave، فهنا عندي الـ standing wave ratio equal 1. فده كده شكل الـ voltage لحد ما يوصل للload. تاني special case عندنا ان انا لو عندي termination short circuit، short circuit معناها ان انا عندي الـ impedance equal 0، ان انا موصلة سلك ببعضه عاملة short circuit، فانا هلاقي ان في الكيس دي ان انا بيحصل عندي total reflection بس الـ reflected wave بتبقى 180 degree out of phase، بيبقى الجاما equal negative 1. وهلاقي ان احنا عندنا عشان احنا short circuit، فلو حاجة الـ impedance بتاعتها 0 فما بتستهلكش voltage، ما عليهاش voltage drop،
فأنا بيبقى عندي عند اللود بيبقى عندي الفولتج إيكوال زيرو وبيمشي مع اللاين لحد ما بيوصل للماكسيمم بتاعه، يعني بيبقى عندي الستاندينج ويف ريشيو بتاعي بيبتدي من زيرو. يعني في الكيس اللي كانت هنا أنا عندي ما كانش بيوصل لزيرو، كان أصغر فاليو ليه 1 ماينس جاما. في حالة الشورت سيركت هو بيوصل لزيرو وبيبقى أكبر فاليو هيوصل لها هي 2 في نود في نود بلس، يعني اللي هو دبل الفاليو بتاعت الويف بتاعتي أو الفولتج اللي أنا مدخلاه. وانا الريفلكشن بتاعي لو نيجاتيف 1 مش المفروض ان الاثنين ويفز يكنسلوا بعض؟ لا ليه، لان عندنا انت عندك دلوقتي اللي هو دولت التو ويفز الفيز مش الفيز، يعني انت عندك ان هما اصلا الاتجاه البروباجيشن بتاعهم مختلف. الكلام اللي انت بيقوله ان هما يكنسلوا بعض ده هيحصل في كيس ان انت عندك البروباجيشن ان سيم دايركشن. اوكي دي كونسبت ارجع للفيزيكس اساسا، الفيزيكس الستاندنج ويف ريشيو لازم يبقوا ان اوبوزيت دايركشنز، لو نفس الدايركشن اه يحصل كانسليشن. كلامك صح، بس ده هما ماشيين ان اوبوزيت دايركشنز فبيحصل لي ستاندنج ويف. تمام زي الفل. وعند بس ما بس انا فاهم حته ان هي لامدا اوفر 2 دي. اوكي مش مفروض لامدا عادي؟ ما لا ما احنا كنا بنقول ان هي عندنا اللامدا هي distance between two maximums لو انا عندي الويف مفروده، بس دي مش الويف، يعني دي مش actually الويف. يعني انا عندي الويف لو كانت هتبقى هي كانت هتبقى زي الحمره اللي انا رسمها فوقيها دي، فانا هنا الديستنس اللي انا شايفاها في الستاندنج ويف الديستنس between two maximums لو انا ببص على ويف طبيعيه فهي distance between maximum ومينيمم نص الويف المفروض. أيوة لو انا بتكلم على ما انا هنا عشان حصل لي ستاندنج ويف ريشيو، الستاندنج ويف ريشيو ان هو كان المفروض ان هو بيثبت لي نولز. لو انت تفتكر انا بيبقى عندي حاجات نولز هنا ثابته وبيبقى عندي الفاليو عماله تزيد وتقل. يعني احنا هنا بنبص على يعني انا هنا عندي انا عندي كان هوريك لحظه، يعني المفروض اكن عندي ويف ثانيه عليها ماشيه كده. يعني انت عندك شكل الويف هيبقى حاجه كده، يعني الويف لو هنبص عليها بقى كفيز بتتغير ازاي لو هنبص عليها كمان. يعني احنا دلوقتي احنا مثبتين التايم، احنا بنبص بس التغير مع الزد مش بنبص مع التايم. فانا ببص مع التايم انا المفروض ابقى شايفه ويف بتتحرك كده اللي هو عماله تزيد من الماكسيمم ده لحد ما توصل للمينيمم وبعد كده تطلع للماكسيمم، وعندي نولز متثبته هنا دي الستاندنج ويف بتاعت الفيزيكس عادي. انا بتكلم هنا ستاندنج ويف فيزيكس، فاهم قصدي؟ تمام. اه بس مش دي مش اللي قلنا زيها. ايه تاني كده؟ مش عمرو لسه سائل وقلت له هي مش زي بتاعت الفيزيكس؟ لا انا كنت بقول له يفتكر الفيزيكس ان هو ان احنا كنا بنقول بيحصل ستاندنج ويف لو عندي تو ويفز ان اوبوزيت دايركشنز، ان هو ان احنا كنا بيبقى في مثبتين كنا بنعمل اللي هي التيونينج فورك دي، بنبقى مثبتين السترينج من ناحيه وبنحرك التيونينج فورك فبيبعت ويف، وعشان انا مثبته السترينج من ناحيه فبيحصل ريفلكشن للويف، بيبقى بدل ما هو كانت المفروض تفضل مكمله بالبروباجيت عادي ان انا مثبته السترينج من الناحيه الثانيه بيعمل لي ريفلكشن فبيعمل لي ستاندنج ويف ريشيو. لو انا كانت عندي بمدخله سام هاو للسترينج ده اتنين ويفز الفيز بتاعتهم 180 هيحصل ديستركتيف انترفيرنس. يعني دول تو ديفرنت كونسبتس، الانترفيرنس ده حاجات لازم تبقى ان سيم دايركشن، ستاندنج ويف ده حاجات ان اوبوزيت دايركشنز. فهو ده اللي عمرو كان بيسال فيه ان هو هيحصل لهم كانسليشن، فلا ده مش هيحصل لهم كانسليشن لان هم ان اوبوزيت دايركشنز، فحتى لو هما عكس بعض بالظبط هيعمل ستاندنج ويف مش هيعمل كانسليشن مش هيعمل ديستركتيف انترفيرنس. تمام فانت فهمت، يعني انت فهمت دلوقتي احنا ليه عندنا دي لامدا على الاثنين مش لامدا. هي دي لامدا على الاثنين لكن في الفيزيكس كانت لامدا عشان الديفرنس ما بين ال 2 ماكسيمم كان لامدا، لكن هنا 2 ماكسيمم لامدا على الاثنين. ده حضرتك بتقولي صح؟ اه
انا مش فاكره بصراحه في الفيزيكس كنت واخدين ايه، بس يعني في الكيس بتاعتنا هنا ان هي دي لو الويف كانت كملت كانت دي هتبقى نص الويف مش الويف كامله. تمام مش اوكي، لان هو افتكر احنا في الاصل اصلا عندنا الفولتج داخل ويف كوزاين عادية عشان حصل لي ريفليكشن في العادي ستاندنج ويف. المفروض ان العادي ان السايكل الواحده بتحصل في لامدا مش لامدا على اثنين يعني في الفيزيكس. ما ما بالظبط، بس هي الفكره ان هنا دي بقى احنا هنا بنبص على سايكل الستاندنج ويف، اللامدا اللي احنا عايزين نجيبها دي اللامدا بتاعه الويف نفسها مش الستاندنج ويف. يعني لامدا على الاثنين دي بتاعه الويف نفسها مش الستاندنج ويف. يعني احنا لو بنتكلم هنا كفيزيكس لو احنا بنقول ان هي اللامدا اللي هو سايكل كامله في ماكسيمم وماكسيمم ده اللامدا بتاعه الستاندنج ويف، بس احنا اللي عايزين نجيبه هنا اللامدا بتاعه الويف نفسها. فالويف نفسها ده نص الويف، الحته اللي من الماكسيمم للماكسيمم دي نص الويف بالظبط. عشان انا لو ما كانش حصل عندي الستاندنج ويف دي كان هو ده هيبقى شكل الويف، كان انها لسه في كوزاين او ساين هتكمل. تمام اوكي. اوكي في كيس الشورت سيركت عندنا الستاندنج ويف ريشيو بيبقى ايكوال انفينيتي عشان انا عندي هنا المينيمم ايكوال 0، فيعني لو هشوف في ماكسيمم على في مينيمم فانا بعمل ديفايدد 0 فهو بيبقى ايكوال انفينيتي. اخر سبيشال كيس عندنا هي الكيس بتاعت الاوبن سيركت، الكيس دي بقى اللي انا بقول ان انا عندي اللود ايكوال انفينيتي. فهنا عشان في الايكويشن دي نقدر نعوض اللي هي الايكويشن بتاعت الجاما نقدر نعوض باللود بانفينيتي، فعشان انا مش هقدر اعوض بانفينيتي فانا بعمل شويه ماثيماتيكال مانيبيليشن كده ان انا بعمل ديفايدد زد ال فوق وتحت. فهنا زد ال على زد ال هتبقى ايكوال 1، هنا زد نود على زد ال، فحاجه على انفينيتي ايكوال 0. لو انا بقسم حاجه على انفينيتي رقم غير الزيرو بقسمه على انفينيتي هيطلع لي 0، ونفس الحكايه تحت. فانا بقى عندي الجاما بتاعتي بقت ايكوال 1، يعني انا بيحصل لي توتال ريفلكشن بس الويف اللي بيحصل لها ريفليكشن بتبقى ان فيز مع الانسيدنت ويف، بيبقى برضو عندي الستاندنج ويف ريشيو ايكوال انفينيتي. بس الفرق عندنا بقى في الستاندنج ويف باترن ان احنا هنا عندنا الفولتج بيبتدي بالماكسيمم، احنا هنا كان الفولتج بيبتدي بالمينيمم لان انا عندي شورت سيركت عندي امبيدنس او ريزيستنس ايكوال 0 فما عنديش عليها فولتج دروب. اما انا هنا في الكيس بتاعت الاوبن سيركت انا عندي الامبيدنس انفينيتي، يعني هنا اقصى فولتج دروب السيركت هتقدر عليها هيبقى عند البوينت دي لان دي اكبر امبيدنس السيركت هتشوفها. فانا بيبقى عندي نفس الشكل ان هي بتوصل من الماكسيمم للزيرو، بس الفرق بقى انها في حاله الاوبن سيركت انها بتبتدي من الماكسيمم. واحنا كده نقدر نشوف ان احنا عندنا الجاما هي الفاليوز بتاعتها الرينج بتاعها بيبقى من 0 ل 1. 0 دي في حاله الماتشد لود ان انا بيحصل لي توتال ترانسميشن، و1 دي في حاله ان انا ترمينيتد بشورت سيركت او اوبن سيركت بيحصل لي توتال ريفلكشن. ولو جيت اشوف الستاندنج ويف ريشيو هلاقي ان رينج الستاندنج ويف من 1 لانفينيتي ان هو 1 ان هو عندي توتال ترانسميشن وانفينيتي ان هو حاصل لي توتال ريفلكشن. فاحنا نبتدي بقى نحل مسائل الشيت. فاحنا عندنا بروبلم 3 بيقول عندنا 50 اوم lossless transmission line. lossless يعني احنا عندنا ال R وال G equal 0 ومديني ال impedance بتاعت اللود، بيقول ان ZL equal 30 minus J 50 اوم ومديني ال wavelength بتاعت ال wave بتاعتي اللي هي ماشية في اللاين. فأول حاجة بيبقى عايز ال reflection coefficient بتاع اللود، فعندي reflection coefficient هو ال ZL minus Z node على ZL plus Z node، ومعنا ال ZL ومعنا ال Z node هنحسبها هنقدر نحسبها عادي، هنلاقيها عندنا الجاما equal 0.57 والانجل negative 79.8 degrees. هنيجي نشوف الستاندنج ويف ريشيو، هي الستاندنج ويف ريشيو هي 1 بلس جاما على 1 ماينس جاما، وخلي بالكم ان ده جاما كماجنتيود مش فيز. فهنا 1 بلس 0.57 1 ماينس 0.57 هلاقي ان انا عندي الستاندنج ويف ريشيو equal 3.65 بس، يعني عندي الريشيو بين الفي ماكسيمم والفي مينيمم على اللاين ده ايكوال 3.65. تالت حاجه بيبقى طالبها بيبقى طالب البوزيشن بتاع الفولتج ماكسيمم اقرب، يعني اول فولتج ماكسيمم هو بيقول انه عايز الفولتج ماكسيمم نيرست ذا لود، يعني هو عايز اول فولتج ماكسيمم هوصل. فاحنا عندنا كنا قلنا الفولتج ماكسيمم بيحصل لي لما يبقى عندي الالفا بلس 2 بيتا زد ايكوال 0 او نيجاتيف 2 باي او نيجاتيف 4 باي. فاحنا هنبص على اول كيس احنا عايزين اقرب واحد للود،
فاحنا اول حاجه هنشوف زيرو، فهلاقي ان انا لو جيت اشوف ال L بتاعتي دي اللي هي distance from load، هلاقيها ان انا عندي ال value اللي هنا دي positive، فاحنا ده مش هينفع، لان احنا اصلا ال definition بتاع ال equations بتاعتنا وال definition بتاع الشغل بتاعنا ان احنا بنقول ان ال Z عندي بال negative. فانا لما لقيت ان انا عندي ال Z اللي هو طلعها لي لقيتها positive، فده كده حل reject. فمحتاجة اشوف تاني case هتحقق لي نفس الكونديشن ان هو يبقى 1 بلس جاما، فهي ان هي نيجاتيف 2 باي، فهعوض عندنا الفاي هعوضها بالفاليو اللي احنا جبناها، وخلي بالكم ان الديجريز تحولوها راديان عشان احنا هنا عندنا 4 باي، فاحنا عندنا الفاي هنا حولناها اللي هي الفيس بتاعت الجاما حولناها راديان، وعندنا البيتا 2 باي على اللامدا مضروبه في 2 والال اللي هي ديستانس فروم لود. هلاقي ان انا عندي ال L هي negative 3.112 سنتيمتر، يعني انا اول ماكسيمم هشوفه اكون لما اكون بعيدة عن اللود 3.112 سنتيمتر. وهنا هو طالب ال position of current maximum، فال position of current maximum برضه هيحصل لما يكون عندي 1 plus gamma، دي مش هنختلف فيها، بس اللي هيختلف عندنا شكل ال equation. احنا كان عندنا في كيس ال voltage كانت اصلا الايكويشن بتاعت الفولتج انها 1 بلس جاما في اي باور جي 5 في اي باور جي 2 بيتا زد. في حاله الاي لو تفتكروا احنا كانت عندنا 1 ماينس، ما كانتش 1 بلس اللي هي الايكويشن الاصليه بتاعت الكرنت. فهلاقي ان انا عندي 1 ماينس جاما اي باور جي 5 في اي باور جي 2 بيتا زد، فمعنى كده ان انا عايزه الفيز دي تبقى 180 ديجريز اوت اوف فيز عشان تنزل لي نيجاتيف تبقى دي 1 بلس جاما. يعني انا عايزه ان هي الفاي بلس 2 بيتا زد تبقى ايكوال نيجاتيف باي، وبرضه هنعوض فيها هيطلع لنا ال ال ايكوال نيجاتيف 1.11 سنتيمتر. ودي كان ممكن يسالنا فيها يعني كنا ممكن نوصل لنفس الانسر دي، اللي هو لو هو كان طلب مننا ان هو عايز البوزيشن اوف فولتج مينيمم، لانكم جمعوا ان احنا عندنا الريليشن بتوين الكرنت والفولتج هما عكس بعض، في الحتة اللي انا عندي فيها الفولتج ماكسيمم الكرنت هيبقى مينيمم والعكس. فهو ان هو طلب مني الكرنت ماكسيمم اكنه طلب مني فولتج مينيمم، هلاقيني بعمل نفس الشغل بالظبط. ندخل في بروبلم 4. بروبلم 4 بيقول ان احنا عندنا ترانسميشن لاين لوسلس، يعني ار او جي ايكوال 0، عندنا زد نود 150 اوم، وهو هنا مدينا الديستنس للاول فولتج مينيمم، ومدينا distance لأول voltage maximum، ومدينا standing wave ratio اللي هي ال S، وعايز ال Z load. فالناس اللي دخلت معايا اللاب اللي هي experiment 5، فهو ده كان تكملة اللاب. يعني انت كنت بتقول ان هو احنا بنعمل ايه بعد ما نجيب ال standing wave ratio، دي كانت تكملة اللاب، ان احنا بقى بنبتدي نشوف ال minimum وال maximum ونكون معانا الجاما ونجيب ال wavelength. يعني الناس اللي اخدت معايا اللاب هنجيب الويف لينث ونجيب الجاما من الـ SWR، ونقدر ومن مكان المينيمم والماكسيمم في اللاين نقدر نعرف الـ ZL بتاعتي. وبصيغة اللاب بس معلش فاصل صغير كده. الناس اللي محضرتش اللاب لحد دلوقتي في 2 جروبس دولت اللي هم 7 و 8، فأنا عشان عايزة أخلصكم الأسبوع ده عشان يقلل نزولكم الكلية على قد ما نقدر، فلو تقدروا اللي هم جروب 7 و 8 جروب منهم يجي لي في وقت البريك اللي هو مثلا من 11، او شوفوا اول ما تخلصوا يعني قولوا لي بتخلصوا امتى يوم الخميس. جماعه هو احنا لسه مش عارفين هنكون اونلاين ولا لا. اوكي ما كده كده اصل هو جروب 7 جروب 8 هم لسه فاضل لهم اللاب، فانا كنت عايزه اخليهم في نفس اليوم بس يعني فترتين مختلفين عشان الزحمة، يعني بحيث انكم الناس تخلص اللاب الاسبوع ده بدل ما يبقى لسه في الاسبوع الجاي. هو لو انا بقى اونلاين فهيبقى اونلاين 8 الصبح ونخلص 9، فاعتقد برضه الناس هتلحق تيجي على 11 فمش هتبقى فيها مشكلة يعني. ماشي بس هو الجروبس بقى عارفة انها هتبدا 11، هو جروب 7 ده ميعاده 12 اصلا، وجروب بقى 8 ممكن يجي ويجي 11. خلاص تمام. يعني بس لو عايز تمام ولا ايه عشان هم مش سامعين؟ انا مش عارف هم سامعين ولا لا. ما انا عايزكم تشوفوا وتقولوا.
ماشي تمام. يعني جروب 8 يجي يوم الخميس انت؟ يجوا الساعة 11، او يعني لو عرفوا يجوا بدري مثلا 10:30 يبقى احسن كمان. ماشي تمام. اوكي، وجروب 8 في ميعاد، وجروب 7 في ميعاد عادي. والناس اللي هي مثلا ما حضرتش اللاب او كانت حضرت اللاب في الاول خالص، هو في جروب 3 اصلا اللي هو كان عندهم كيس بوزيتيف، فهل دول هيعرفوا ينزلوا ولا ايه نظام الناس؟ لما كانت لغا لهم قبل المتر. باشمهندس انا اللي كنت الكيس بوزيتيف دي وعملت مسحه النهارده هتطلع بكره، عشان انا كل ده كنت بوزيتيف، فلو طلعت نيجاتيف تمام بس ان شاء الله يعني. طيب خير ان شاء الله. طبعا مثلا يعني احنا ممكن برضو عشان نقلل نزولكم، ممكن الحد الجاي بما ان احنا عندنا السكشن هيبقى اوفلاين، ممكن بعدها جروب 3 يجي، ممكن يجي بقى حد لو حد عايز يحضر الشرح معانا، يعني هو الشرح بتاع اللاب هو الشرح بتاع السكشن ده، لو حد كان اللاب بتاعه من الاول او كان فوت ما حضرش اللاب بتاعه لاي سبب فيجي يحضر الشرح، فممكن يجي برضو الحد الجاي. اوكي نكمل المسألة. فاحنا عندنا دلوقتي هو ادانا شوية انفو كده، فاحنا اول حاجة اللي نقدر نعمله ايه؟ عندنا الجاما نقدر نجيبها، هو مدينا السامبل ريشيو، فانا عندي الجاما كماجنيتيود ايكوال اس دبليو ار ماينس 1 على اس دبليو ار بلس 1 يعني ايكوال 0.5. انا كده جبت الجاما ماجنيتيود، الجاما ستيل ممكن يكون ليها فيز ديبندنج انا عندي اللود ده ريل ولا هو كومبلكس. فانا عندي اول حاجه عايزه اشوف اللامدا بتاعتي، فاحنا قلنا ان احنا عندنا اللامدا هي ديستنس بتوين تو ماكسيمس، يعني اللامدا على 2 هي ديستنس بتوين تو ماكسيمس، فالديستنس بتوين ماكسيمم ومينيمم هي ربع اللامدا. يعني احنا لو بصينا هنا يعني كل ده لامدا على 2، فانا لو جيت ابص بس من الماكسيمم للمينيمم فانا ده ربع اللامدا. فبما ان هو مديني ديستنس للماكسيمم وديستنس للمينيمم فانا اقدر اجيب اللامدا بتاعتي، ان انا عندي اللامدا هي 4 في زد ماكسيمم ماينس زد مينيمم، هلاقي ان انا عندي اللامدا اللي ماشيه في اللاين بتاعي 24 سنتيمتر. دلوقتي احنا عايزين نجيب الفيز بتاعت الجاما، فاحنا فيز الجاما كنا بنستخدمها في ايكويشن الفولتج بتاعتنا، فانا عندي لو عايزة نشوف الفاي دي، فانا عندي البيتا هي 2 باي على اللامدا، يعني هنا في الكيس هنا ان احنا عندنا فولتج مينيمم، والزد هعوض الزد مينيمم هو مديها لي اللي هي نيجاتيف 3 سنتيمتر، فهلاقي ان انا عندي الفاي اللي هي الفيز بتاعت اللامدا ايكوال نيجاتيف باي على الاتنين. فمعنى كده ان انا عندي الجاما هي 0.5 والفيز بتاعتها نيجاتيف 90 ديجريز اللي هي ايكوال زد ال ماينس زد نود على زد ال بلس زد نود، وهو مدينا الزد نود وخلاص جبنا الجاما، فاحنا نقدر نجيب دلوقتي الزد ال بتاعتي، هلاقي ان الزد ال بتاعتي ايكوال 90 ماينس جي 120 اوم. خامس مسألة معانا عندنا بيقول عندي 50 اوم لوسلس ترانسميشن لاين متوصل بلود مكون من حتة ريزيستيف 75 اوم وحتة كاباستيف انا معرفش هي قد ايه، ومدينا الفريكوانسي بتاعت الويف بتاعتي ومدينا الاس دبليو ار، عايزنا نحسب السي. فهي دي اكنها نفس المسألة اللي فاتت، بس الفرق ان هو مدينا ان هو بدل ما عايز يعرف الزيت لود كلها، هو لا هو مدينا جزء الريزيستيف من الزيت لود، هو بس عايز يعرف الجزء الكاباستيف ايكوال كام. فاحنا اول حاجه برضو هنحاول نجيب الجاما، فاحنا عندنا الجاما اس ماينس 1 على اس بلس 1 ايكوال 0.5، ده كده ماجنتيود. وعندي هنا الزد لود هو عباره عن 75 اوم الجزء الريل ماينس جي اكس سي، افتكروا ان احنا عندنا الكاباستيف بيبقى الرياكتنس بتاعها بيبقى نيجاتيف جي على اوميجا سي، وعندنا الاندكتور بيبقى بوزيتيف جي اوميجا ال،
انا عشان هنا هو قال لي ان هو كاباستور، فبقول ان انا عندي الزد لود ايكوال 75 ماينس جي اكس سي، واكس سي دي هي ال1 على اوميجا سي. فدلوقتي احنا لو جينا نكتب الايكويشن بتاعت الجاما فهنلاقيها ان احنا عايزين هنعوض بزد ال وزد لود، فهيبقى عندي unknown اللي هو الاكس سي بتاعتي. فهو في المسألة دي هو مش مديني حاجة أقدر أعرف بيها الفيز بتاعت الجاما، فهي ليها حل. أنا الجزء ده 25-JXC أقدر أكتبه في صورة magnitude of phase، ونفس الكلام الجزء اللي تحت ده 125Ω+JXC أقدر أكتبه magnitude of phase. فهلاقي إن أنا عندي لو جيت أشوف الماجنيتيود بتاع الجاما، يعني احنا عندنا اللي هو لما بيبقى حاجه بولر على حاجه بولر، فبقول ان الماجنيتيود هو الماجنيتيود اللي فوق على الماجنيتيود اللي تحت، والفيز هي فيز اللي فوق ماينس فيز اللي تحت. فاحنا في الحاله دي لو جينا بقى عشان احنا ما نقدرش نجيب الفيز بس احنا معانا الماجنيتيود، فاحنا نقدر نقول ان الماجنيتيود ايكوال الماجنيتيود، يعني دي ايكويشن عاديه، ف الماجنيتيود ايكوال الماجنيتيود والفيز ايكوال فيز. فانا عندي الماجنيتيود بتاع الجاما. هو في حد هيسال ولا ايه؟ فعندنا الماجنيتيود بتاع الجاما 0.5، وعندي الماجنيتيود بتاع الترم ده هو روت 25 سكوير بلس اكس سي سكوير، وعندي الماجنيتيود بتاع الدينومينيتور هو روت 125 سكوير بلس اكس سي سكوير. معلش اللي فتح المايك يعني يا يسأل يقفل المايك. فاحنا عشان نسهل الحل على نفسنا فاحنا نقدر نعمل سكويرنج للناحيتين، فيبقى عندنا ماجنيتيود سكوير اللي هو 0.5 سكوير ايكوال 25 سكوير بلس اكس سي سكوير على 125 سكوير بلس اكس سي سكوير، وبقى عندنا ايكويشن فانكشن في الاكس سي سكوير. نقدر نحسب الاكس سي، هلاقيها انها عندي 66.1438 اوم. خلي بالكم ان احنا كده جبنا رياكتنس، احنا ما جبناش الكاباستنس. عشان نجيب الكاباستنس فالكاباستنس هي واحد على اوميجا في اكس سي، فهلاقي ان انا الكاباستنس اللي هي الزد لود بتاعي اللي هيحقق لي الستاندنج ويف ريشيو دي، يبقى انا لازم اوصل كاباستنس الفاليو بتاعتها 240 بيكو فاراد. كله تمام لحد هنا؟ انا الطريقه دي مثلا ما كنتش اقدر احل بيها الحته اللي فاتت، لان احنا هنا عندنا unknown واحد اللي هو الاكسي اللي هو الجزء الرياكتيف، بس في الكيس اللي هنا انا عندي الزد لود كلها ما اعرفهاش في جزء ريل وجزء ايماجينري، فما كنتش هقدر احل بالطريقه دي ان انا اقول الماجنيتيود ايكوال الماجنيتيود، لان انا اصلا ما كنتش هقدر اكتب الماجنيتيود في الصوره الواضحه دي، كان هيبقى عندي ايكويشن واحده فيها تو unknowns اللي هو الار ال والاكسي. اخر حته معانا النهارده الانبوت امبيدنس. ايه الانبوت امبيدنس؟ احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا عندنا ترانسميشن لاين بتاعي هو شايف الفولتج وشايف الكرنت شايفهم ويف، هو مش شايف فاليو كونستانت، فمعنى كده ان انا لو جيت اشوف الامبيدنس عند كل نقطه هلاقيها تختلف، لان انا عندي الفولتج بيختلف والكرنت بيختلف. فلو جيت اشوف بقى ازاي اقدر احسب الزد انبوت اللي هو الزد انبوت دي، ان انا عندي هنا هاجي عند بوينت معينه at a certain z هشوف ايه الامبيدنس اللي انا شايفاها، يعني الحته دي كلها، يعني زي مثلا وقفت هنا عند نيجاتيف ال عايز اعرف الزد انبوت، عايز اعرف لو انا بقى خلاص انا مش عايزه ابص على الحته دي كلها، مش عايزه اقول ان انا عندي لاين متوصل بلود، انا اكني عايزه اقول في لود جديد الامبيدنس بتاعته كذا، فهي دي الانبوت امبيدنس، ان انا بشيل اللاين ده كله بقول ان انا عندي الحته دي هي لود جديد هو الفاليو بتاعته زد ان. فاحنا هنا هنعوض بايكويشن الفولت. هي دي مش زي زد نوت بالظبط، مش عارف ايه الفرق.
لا الزد نود دي كاركترستيك لللاين، دي اللي احنا كنا جبناها لما عملنا درسنا اللاين. يعني احنا كنا ليه جبنا الزد نود؟ ان احنا بنقول ان انا عشان بقى عندي اللاين بقى اللينث بتاعه كومبيرت للويف لينث كبير، فانا بقيت شايفه الايفكتس بتاعه الكاباسيتنس والاندكتنس بتاعه الواير. لو احنا بنتكلم عن لو فريكوانسي، لو هنبص على الموديل بتاع الترانسميشن لاين بتاعي، لو بتكلم عن لو فريكوانسي، فانا عندي حته الاندكتنس دي عند لو فريكوانسي، راعي ان احنا عندنا ال دي بتبقى مثلا نانو هنري او بيكو هنري، فلما نضرب في فريكوانسي صغيره فهبقى شايفه رياكتنس صغيره جدا، فاكني هنا شايفه واير عادي، انا مش شايفه اصلا كويل. ونفس الحكايه للكاباستنس، ان انا هبقى هنا شايفه بقى وانا على اوميجا سي، فانا عندي برضو لو اوميجا صغيره والسي بتبقى برضو في البيكو فراد، فهلاقي ان انا عندي الفاليو اللي هنا الامبيدنس هتبقى حاجه بالجيجا، فاكني عندي البرانش ده اوبن سيركت. فاحنا هنا بندفاين بقى اصلا بروبرتيز الواير ذات نفسها، دي الزد نود اللي هو بروبرتيز الواير، ملهاش علاقه بالامبيدنس اللي هو السورس شايفها. فاحنا هنا بنحاول نوصل للايكويشن عشان نقدر ندفاين الزد انبوت عند اي بوينت، ان انا لان احنا عندنا زد لود ثابت، عندنا زد لود هو مكانه ثابت هنا. فعايزاكم تتخيلوا كده اكننا كل ما هنمشي حته هنا انتوا زودتوا حته واير، زودتوا الايفكتس بتاعه الواير وكونكتد معاها اللود، فانا كل ما ببعد انا ببقى شايفه حته من الواير زياده زد نود بتاعتها، يعني شايفه ايفكت الزد نود اكبر وكونكتد مع زد لود. فهي دي معنى الزد انبوت، ان انا بقى بدل ما انا هبص على ان انا ببص على الواير كله متوصل بزد لود، بشيل الشكل ده كله وهوصل هنا امبيدنس جديده. يعني خلاص انا مش هبص بقى على اللاين ده كله، انا عندي هنا السورس بتاعي كان متوصل بلاين وبعد كده لود، فانا بقى مش هبص على ده كله، انا عايز اعرف هو في البوينت دي السورس شايف امبيدنس قد ايه، فانا هشيل الحته دي اللي هي الواير اللي متوصل معاه اللود وهحط امبيدنس جديده هسميها زد انبوت. عشان كده يعني احنا كنا لما بنيجي نشوف الزد لود كنا بنعوض بزد ايكوال زيرو، لان احنا بندفاين اللود ان هو اللي عند البوينت الزد ايكوال زيرو، بس هنا بقى انا بديفاين بوينت على اللاين، فانا عندي فاليو للزد، فانا هكتب الفولتج والكرنت ان ترمز اوف زد، هي دي المفروض ماينس بس عشان فدي كده احنا عوضنا الـ current in terms of Z والـ voltage in terms of Z. اوكي. فاحنا هنا عندنا دلوقتي كتبنا الايكويشن بتاعت اللي حطينا الفولتج والكرنت والاثنين ان ترمز اوف زد، فانا دلوقتي عندي الفي نود بوزيتيف فوق وتحت هيطيروا خلاص، فيبقى لي زد نود في الاكسبريشن ده، فانا عندي الجاما اقدر اشيلها واكتب مكانها زد ال ماينس زد نود على زد ال بلس زد نود، فلاقي ان انا بقى عندي بالشكل ده ان هو زد ال ماينس زد نود على زد ال ماينس زد نود، يعني هتوصلني للفورم ده، ان لو عوضت بالجام زد ال ماينس زد نود على زد ال بلس زد نود هتوصلني للفورم ده. فدلوقتي انا عايزه اجمع التيرمز اللي فيها زد ال مع بعض والتيرمز اللي فيها زد نود مع بعض، فانا هلاقي ان هنا عندي زد ال هتبقى في اي بار جي بيتا زد بلس اي بار نيجاتيف جي بيتا زد
عندي هنا زد نوت في اي بار نيجاتيف جي بيتا زد ماينس اي بار جي بيتا زد. نفس الحكايه تحت هلاقي ان انا عندي هنا زد نوت هتبقى مضروبه في اي بار جي بيتا زد بلس اي بار نيجاتيف جي بيتا زد، وعندي هنا الزد ال مضروبه في اي بار نيجاتيف جي بيتا زد ماينس اي بار بوزيتيف جي بيتا زد. فاحنا دلوقتي بقى لو بنتكلم عن certain distance L، وافتكروا ان احنا عندنا الزد قلنا دايما انها تبقى نيجاتيف لان انا ماشية في النيجاتيف دايركشن، فانا ممكن اشيل الزد دي واعوض مكانها بنيجاتيف L. فلما اعوض هنا في نيجاتيف L فهشيل كل زد واحط مكانها L والساينز هتختلف. فانا عندي الحتة دي هي هتبقى 2 كوزين بيتا L، وعندي الترم ده e بار j بيتا L minus e بار نيجاتيف j بيتا L يبقى 2j sin بيتا L، ونفس الحكاية تحت. فأنا بقيت عندي z نود في z L في 2 كوزين بيتا L بلس z نود في j 2 sin بيتا L على z نود في 2 كوزين بيتا L بلس z L في j 2 sin بيتا L. فأنا لو عملت divided 2 كوزين بيتا L فوق وتحت هلاقي إن أنا بقى عندي z in عند certain distance اللي هي نيجاتيف L هتبقى equal z node في z L plus j z node tan beta L على z node plus j z L tan beta L. والequation دي هتكمل معيكم بقى في المايكرويفز، يعني دي من أهم الequations في حتة الإمبيدنس دي. فاحنا خلاص كده احنا وصلنا بقى لفورمولا الانبوت امبيدنس، فنكمل حل بقى. Problem 6 هو مدينا ان هو voltage generator عندنا مدينا ان هو equal 5 cosine 2 pi في 10 power 90. فعن كده هو يعني هو بيقول لي ان هو frequency بتاعته 1 gigahertz ومدينا الامبليتيود بتاعت الفولتج هو maximum amplitude. بيقول ان احنا عندنا internal impedance ZG، يعني دي الامبيدنس اللي هي بتاعت السورس. يعني احنا عندنا في العادي مش عارفة في رسمة هنا، في العادي عندي السورس بيبقى فيه generator resistance كده، دي حاجة تبع السورس اللي هو السورس ذات نفسه بيبقى ليه resistance فهي بتاخد جزء من باور. فالinternal impedance بتاعته اللي هي ZG equal 50 ohm connected ل 50 ohm lossless air space transmission line، مدينا الطول بتاع اللاين ومدينا اللود اللي هو terminated بيه. فأول حاجة هو طالبها هو طالب الجاما، فالجاما زد ال ماينس زد نود على زد ال ماينس زد نود equal 0.62 والفيز بتاعته نيجاتيف 29.74. زد انبوت بتاع الترانسميشن لاين، يعني هو عايز يعرف لو هو واقف عند الجنريتر ايه الانبوت امبيدنس اللي هو هيبقى شايفه. جماعة أنا كان disconnected عندي، انتوا لسه شايفين وسمعين؟ أنا شوف تلت دقيقة. اوكي تمام. اوكي هو بيبقى عايز ال زد input بتاعي، فاحنا أول حاجة عايزين نجيب الجم. فعشان هو كان قال لي إن الترانسميشن لاين عندي air spaced، يعني أنا عندي الميديم بتاعي air، فأقدر أجيب الجاما إن هي السي على الأف اللي هي السي اللي هي السبيد أوف فلايت ف إن فري سبيس، والأف اللي هو كانت الـ 1 جيجا هرتز اللي هو مديها لنا. فنقدر نحسب الجاما اللي هي 0.3 متر، ولما نيجي نحسب البيتا هي 2 باي على اللمدا، خلاص 20 باي على 3. دلوقتي عايز الزد إن، فإحنا عندنا الإيكويشن اللي إحنا لسه جايبينها معانا الزد نود ومدينا الزد إل وجبنا البيتا والـ L اللي هو طول الترانسميشن لاين بتاعي اللي هو كان مديولنا 5 سنتيمتر. فأنا أعوض بالحاجات دي كلها في الإيكويشن
وصحة الكالكليتر بتاعتكو يعني يستحسن يعني اللي هو لما تيجوا تحلوا الكومبلكس تشوفوا حل الجزء اللي فوق الأول وبعد كده تشوفوا حل الجزء اللي تحت، عشان لو كتبتوا الكتلة دي كلها الكالكليتر بتروح منكم يعني. فلو اكتبوا اللي فوق واكتبوا اللي تحت واعملوا ديفيجن عادي يعني. فاحنا بنلاقي ان احنا عندنا الـ Zin equal 17.86 ohm و leave phase negative 45.4. يعني انا شايفة عندي جزء resistive 12.54 وشايفة جزء reactive negative 12.7. دلوقتي هو عايز الـ input voltage والـ input current. فاحنا عندنا دلوقتي اللي احنا خلاص جبنا الزد انبوت، خلاص انا بقاش فارق معي بقى ان انا عندي لاين طوله قد ايه والزد ايكوال قد ايه، انا بقى عندي سورس ليه انترنال ريزيستنس هو مديها لنا 50 اوم وداخل على زد ان. فاحنا عندنا لو عايزين نجيب كارنت يعني احنا هنا دلوقتي بقى بنحل سيركت عادي، لو انا عايز اجيب كارنت فالكارنت هو الفولتج اللي في السيركت على الريزيستنسز اللي متوصل سيريز. كان عندي الـ IN هي الـ VG اللي هو الـ voltage اللي هو أصلاً داخل اللي هو كان منديولنا إن هو 5، إحنا هنا عشان إحنا شغالين فيزر فأصلاً مش فارق بقى معايا كوزين أوميجا تي دي، فأنا هعوض بـ 5 على الـ ZIN بلس الـ RG أو الـ ZG اللي هو كان منديهالي، الـ ZIN اللي إحنا لسه حاسبينها والـ ZG اللي هي الـ internal impedance هو منديهالي. هلاقي إن أنا عندي الـ current هيبقى 0.0783 واخد فيز 11.5 degrees. ولو جيت اشوف بقى ال VN فال VN هو الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس بتاعته، يعني احنا ال VN هي ال V اللي على الانبوت امبيدنس دي، فهيبقى IN في ZN. فاحنا ZN حاسبينها و IN لسه حاسبينها، هلاقي ان انا عندي ال VN equal 1.4 وليه فيز negative 33.9 degrees. وبرده الفولتج كنا نقدر نشوفه من فولتج ديفايدر، ان انا عندي سورس عندي two resistances connected series، فبقول ان انا لو عايز اعرف الفولتج اللي على Zin فهو يبقى VG في Zin على السم بتاعهم Zin plus ZG او RG. كله تمام لحد هنا؟ اوكي. Problem 7 هو مدينا ان هو عندنا transmission line lossless برضو، يعني واخدين بالكم احنا كل شغلنا lossless تقريبا. مدينا characteristic impedance بتاعته انها 50 ohm ومديني load. فاول حاجة طالبها بيبقى طالب الجاما وطالب ال standing wave ratio، فعادي دي equations بنعرف فيها جبنا الجاما وجبنا ال standing wave ratio. تاني حاجة بقى هو بيقولها ودي الحاجة المهمة، ان هو بيقول ان هو دلوقتي انا لو حبيت اعمل matching لللاين ده لللود ده، فانا عايزه ان انا اخلي الانبوت امبيدنس يبقى هي نفسها اللود عشان يبقى حاله ماتشد لود، لان انا عندي طول ما انا ماشي على اللاين الانبوت امبيدنس تتغير، فانا بقول ان انا همشي على اللاين لحد ما اوصل لزد انبوت تبقى ايكوال الزد نود بتاعه اللاين. فهو بيقول ان احنا عارف يوصل للحاجه دي بان هو بيعمل حته ترانسميشن لاين زياده طولها دي ماكس اللي هي الديستانس لحد اول فولتج ماكسيمم، وبيجي يوصل ريزيستنس او ريزيستور يعني ان بارلل معاه، وبيقول لك ان هو بالطريقه دي بيعرف يوصل لزد انبوت ايكوال زد نود. فكده انا عملت ماتشنج. فاحنا عايزين نشوف اللي هو لو ده اصلا اكشلي هيطلع لنا ريزلت صح ان هو اكشلي يعمل ماتشنج، ولو هيعمل لي ماتشنج انا محتاجه احط ار قد ايه بحيث انها تحقق لي كونديشنال ماتشنج ده ان هو زد نوت تبقى ايكوال زد ان. فانا اول حاجه عايزه اشوفها عايزه اشوف الزد انبوت اللي هتبقى هو شايفها عند الفولتج ماكسيمم. فاحنا عندنا الفولتج ماكسيمم هي عند 1 بلس جاما، يعني 1 بلس جاما اي بار جي 5 بلس 2 بيتا زد، عايزين ال 5 بلس 2 بيتا زد تبقى ايكوال تبقى in phase يعني 0 او negative 2 باي او negative 4 باي. فبما ان هو اول maximum والزيرو هنا مش هتنفع عشان هتوصل لنا ان الزد هتطلع لنا رقم negative، فهنشتغل ب negative 2 باي. فلاقي ان انا عندي البي زد البيتا زد قصدي equal negative 0.66 باي. فخلاص تمام انا ده اقدر اخد دي واعوض بيها في الانبوت امبيدنس ايكويشن اللي لسه جايباه.
بس خلي بالكم من حاجه ان احنا الايكويشن بتاعت الانبوت امبيدنس احنا جايبينها ان كيس ان انا شلت الزد وعوضت مكانها بنيجاتيف ال. فلو انا عايز بقى مش اجيب بيتا زد، انا عايز اجيب بيتا ال، فهلاقي ان انا لما اشيل الزد وعوض مكانها بنيجاتيف ال فهلاقي ان بيتا ال ايكوال 0.66 باي. فخلاص انا لقيت ان انا دلوقتي اقدر اجيب الزد انبوت اللي هو قبل الريزيستور، يعني عند البوينت دي مش التوتال زد انبوت، قبل الريزيستور على طول هنا هاجي اشوف الزد انبوت هلاقيه عندي 102.18 واخد فيز 0.9 ديجري، يعني ممكن نعتبرها ان هو 102.18 اوم، يعني ممكن نتجاهل حته الفيز شيفت دي. فدلوقتي خلاص انا بقى عندي هنا امبيدنس بارل مع ريزيستنس تانية، وانا عارفه الانبوت يعني عارفه اللي هي هشوف الايكويفالنت ريزيستنس كام. انا عايزه ان انا كان غرضي ده كله ان انا اجي هنا الايكويفالنت ريزيستنس بتاعت الحته دي كلها تبقى ايكوال لزد نود، فعادي ده لاين بارل، فانا عندي اللي هي 1 على زد نود ايكوال 1 على زد ان داش اللي هو زد انبوت قبل الار بلس 1 على ار، ومعانا الزد نود وقدرنا نجيب الزد انبوت، فلقينا ان عندي ال R equal 97.9 ohm. كله فاهم؟ اكمل ولا ايه يا شباب؟ تمام، لو ينفع نكمل المرة الجاية عشان 8 هو لسه في تاني؟ هو احنا كده تقريبا خلصنا اصلا الشيت كله، فاضل ثلاث مسائل. فلو لو تقدروا تستحملوا نبقى خلصنا التوبيك ده كده ونيجي المره الجايه نبتدي بقى في السميث شورت يبقى احسن، يعني لو خلاص فصلت اي فخلاص نكمل المره الجايه. هو ممكن بس نخليها المره الجايه لان احنا عندنا بكره كويز. طيب خلاص تمام. حد عنده مشكله في درجات الكويز؟ حد يجي بكره يشوف فرق الكويز او حاجه؟